مرحبا، كيفكم؟ هلا اليوم بدنا نطبخ طبخة الفاصوليا الرفيعة. سلقت الفاصوليا وقشرت الثوم وفرمت الكزبرة وعم بسلق اللحمة. هلا استوت اللحمة، بدي اياها هاي اللحمة استوت. هلا عم بقلب الثوم، ملعقة ملح صغيرة، ندقهم بناعم الثوم. هلا بدي اقلي الثوم والكزبره، حط ملعقه مقدار ملعقه زيت نباتي. بنحط الثوم ليتقلى منيح. نخفف النار لأنه الثوم أول بيحترق. هلا بحط مع فوقه الكزبرة يتقلوا شوي. ريحتهم كتير طيبة. نرجع بنحط لهم الرباط بنقلبهم فوقهم. وهلا بنحط الصلصة فوقهم مشان يتقلوا. يا ريت تكون معي لحتى تشموا الريحة شو طيبة. لأنه لما بتقلي الصلصة بتطلع كثير الصلصة طيبة. هلا بنسقط اللحمة مع العظام المستوية. نتركهم يغلوا شوي. نرجع نحط لهم ملعقة بهار حلو. وهلا
نشيل الغطا عنهم. بلشوا يغلوا لأنه الفاصوليا مستوية، بس يبلشوا بالغلي بنسقط الفاصوليا مشان ما تخبص. وهيك بنخليها لتغلي لتتماسك مع بعضها، يعني تصير تعقد شوي المرقة وبتصير جاهزة للأكل. هلا بنغطيها شوي لتغلي معها. ملح مثل ما بدكم حسب الذوق انتو تقرروا، يعني اذا بتحبوا زايد الملح او ناقص مثل ما انتم بتحبوا. بنتركها لتغلي شوي وبنرجع بنطفي عنها. هلا حطيت قدر ملعقة زيت نباتي، حطيت الشعيرية فوقهم لتشقر الشعيرية. بنضل نحركهم لحتى يصيروا كلهم نفس المستوى نفس اللون. لأنه ما بيسوى تدشها الشعيرية وين بتحمر، بدك ايدك تضل فيه. بلشت تعطي لون، في ناس بتحب الشعيرية كتير، في ناس بتحبها قليل، حسب مثل ما بدكم. هيك لونها صار كتير منيح. هلا غسلت الرز وغسلته، رز بسمتي بستعمله لكل الطبخات.
هلا بنقلب الرز مع الملح، لانه اذا حطيت المي قبل ما تحط الملح بصير الرز كانه مسلوق سلق، ما بيعود له طعمه طيبه. وهلا بنحط مي سخنه منشان كمان تكسب الوقت، هالمقدار هاي الكبايه. الكبيره بتحطيها كيف تقديرك، بتشوفي اذا بدهم بعد. بتكون الرز ما بده وقت كتير ليستوي لانه حطينا مي سخنه سرعنا بالوقت. هلا استوى الرز، ليك اسم الله ما احلاهم. هلا بغطيهم وبلفهم وبنرجع بنسكب الرز مع الفاصوليا. هلا صار طبقنا، طبق الفاصوليا جاهز. ألف صحة وهنا.